اسمي قدر ندى بركي. احنا اصلنا من سفوري. انا بتعلم بالمانيا الى 6 سنين وهاي عطلتي. بالاول بالمانيا كان كتير صعب لانه ما كنتش اعرف حدا. رحت على بلد ما بعرفش فيها ولا اي حدا، وهناك زي كان لازم الواحد يبلش حياه جديده من اول وجديد. كان عمري 18 سنه. اول شهرين ثلاثه كانوا كتير صعبات، كنت اضلني قاعده مع امي على التليفون. بس بعدين صار احسن، تعرفت على ناس، بعدين صار عندي هناك صحاب كتير زي عائله صغيره اللي هناك. ليه في انا كل صحبه اصحابي وصحباتي بعدين هون، انا الوحيده اللي طلعت لبرا. بس هن كان بدهن يعملوا بسيخومتري، يعملوا المقابلات تاعون الجامعه وبعرفش ايش، واستنوا سنه سنتين ثلاثه عشان ينقبلوا على الجامعه. الترجمه تبعت الامتحان يعني مستحيل الواحد يفهمها كلها. انا كتبت بقروت بالعبراني لانه البقروت بالعربي الترجمه تبعته عجيبه، يعني ما ينفعش الواحد يفهمه. البقروت الوحيد اللي كتبته بالعربي هو بقروت العربي، والباقي كله كان بالعبراني لانه بينفعش. يعني انت كعربي لانك مش عامل خدمه عسكريه، خدمه مدنيه، ما بعرف ايش، عندك دغري مينوس طوالي، انت بمينوس، عشان هيك صعب. مش مستحيل بس صعب.